غير الفونيه بتاعت الانبوب. بنغير الفونيه بلومه 7، كده بلومه 7. عندي هنا الفونيه ديت دلوقتي ليها رقم مكتوب عليها 135. رقم عندك قلم الوان هنا؟ خلاص مش مشكله. لا عندك قلم الوان اللي هو اللي في المصفى؟ خلاص لا هبان هبان كويس هبان. هات عملتها بالالوان؟ لا بلاش بقى الالوان، حاجه بيظهر علامه معينه. ايوه قول قول. باينة؟ لا طبعا. في ضاعة عندك؟ خلاص مش مشكلة. ممكن على رقم خلاص. خلاص عليها رقم. مكتوب عليها رقم. ماشي. دي 135 للعين الكبيرة. والفواني بتاعة الجهاز ده زي فواني البوتاجاز بالظبط في العيون. لو 135 في الغاز دي غاز طبيعي، ده غاز طبيعي، غاز طبيعي. 135 يبقى في البوتاجاز هتبقى هنا 95 اقل. اه يعني انا بدرجها واجيب الاقل. ايوه تمام ماشي.